السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، هذه الأيام يعني زادت الحدة نتاع الأمازيغ والبربر لي فرانكو بربريست في تكوين دولتهم الوهمية، الدولة التي تعينها فرنسا وعدة وإسرائيل وعدة دول في العالم. احنا نبينو لهم، نقول لهم انتم اصلا مش امازيغ او بربر من الناحية الاكاديمية، هم يتهربوا كي تبدا تحكي معاهم على هذه القضية، يهربوا ما يحبوش يناقشوك ولا يدخلوا معك في العنف ولا يستعملوا معك العنف. اصلا كي تكشف الكذب نتاع على بالك هما يجوا طول العنف. على كل حال، احنا نقولوا الحمد لله اللي ظهر ربي سبحانه راجل من رجال الجزائر الاحرار، ربي يحفظه ويطول في عمره. هذا الرجل يعني لولاه بعد الله عز وجل ما كنا لنعرف قضية البربرية أصلا. هو الدكتور عثمان سعدي، وقد كتب الأستاذ عثمان سعدي في مقدمة كتابه عروبة الجزائر عبر التاريخ: تدور في هذه السنوات بالجزائر وبقية أقطار المغرب العربي مناقشات تشكك في عروبة هذه المنطقة من الوطن العربي. إن عروبة المغرب أصيلة منذ فجر التاريخ، فسكانه القدماء ينتمون إلى السلالة السامية كما ينتمون حضاريا وثقافيا إلى منطقة من ساحل عمان شرقا إلى شواطئ المحيط الأطلسي غربا، وهو الذي يفسر لنا لماذا فشل الرومان والمندار والبيزنطيون في دمج المغرب بالمجموعة الأوروبية وبالثقافة اللاتينية بالرغم من استمرار حكمهم في السيطرة على المغرب أكثر من 8 قرون، وهل هو الذي يفسر لنا لماذا اعتنق البربر الإسلام واندمجوا في الثقافة العربية في نصف القرن الأول من الفتح الإسلامي للمغرب. وهذا الكتاب يرد على المشككين في عروبة الجزائر والمغرب العربي الذين يؤلفون حزب الفرنكوفونية بدول المغرب العربي الأربع. إنها دراسة تاريخية تثبت عروبة سكان هذا الجزء من الوطن العربي منذ العهود التاريخية السحيقة في القدم، بما فيها البربر الذي يعتبر مؤلف هذا الكتاب واحد منهم. يعني نعتبر هذا عثمان سعدي شاوي بربري أمازيغي، ماشي يهضر فيها واحد هكاك. وكاين نفسر لكم بطريقة مليح. يورد الأستاذ عبد الرحمن باغي في كتابه حياة القيروان خلاصة آراء عدة مؤرخين يوثق في روايتهم ونقلهم، يريدها كما يلي: ويذكر صاحب استقصاء قول ابن خلدون ويطمئن إليه، وهو أن علماء النسب متفقون على أن البربر يجمعهم جنسان عظيمان هما برينس ومارتيميس الذي يلقب بالأبتر، فلذلك يقال لشعوب البصر ويقال لشعوب برينس البرانس. وبين النسابين خلاف هم هل هما لأب واحد أم لا، فعند ابن حزم إنهما لأب واحد والجميع من نسل كنعان بن حام، وعند سابق بن سليمان المطماطي وغيرهم من نسابة البربر أن البرانس فقط من نسل كنعان، وأما البصر فهما بنو بصر بن قيس بن عيلان بن مضر. ثم يرجح السلاوي أن الشعبين معا عريقان في البربرية، وأن جميع من ولد مازيغ ومازيغ من ولد كنعان بن حام، وكلمة أمازيغ نفسها عربية، فالأمازر من الرجال الأقوياء أشداء القلوب. تسمية على البربر، لا يوجد لكلمة البربر أصل عرقي يثني، فالبربر اشتهروا في التاريخ بالبصر وبالبرانس وبأمازيغ أحيانا أخرى، وأكثر من اشتهارهم بتسمية البربر.
ورأيي من رأي الأستاذ عبد الرحمن باغي الذي يغلب أن كلمة بربر مشتقة من الكلمة اللاتينية بربريس، وهو الاصطلاح الذي أطلقه الرومان ومن قبل اليونان على الشعوب التي تقل عنهم حضارة أو بالهمج. ويستدل من جميع الآراء والمؤرخين عربا وأوروبيين نزهاء أن كلمة بربر لا تعتبر تسمية ذات أصالة تتضمن تحديدا عرقين اثنين، والغالب انها اخذت من الاصطلاح الروماني الذي كان يطلق كما سبق ان بينا على جميع الشعوب المتخلفه بمستعمراتهم سواء بالشرق الادنى او بشمال افريقيا او اوروبا. الغريب ان الذي اوجد الفرق بين التسميه الرومانيه هذه وتسميه البربر هم بعض المؤرخين الاوروبيين، فاستبدلوا حرف آ في كلمه باربار بحرف أ في كلمه باربير، وهو استبدال مفتعل كما هو واضح وضع لتكريس انفصال البربر عن العرب بالمغرب العربي. ولو كانت هذه التسمية أصيلة لها مضامين عرقية إثنية لاحتفظ بها حتى بعد استقرار الإسلام بالمغرب، مثلما بقيت كلمة الفرس والأفغان والهنود وغيرهم من الأجناس الإسلامية التي لا تزال مسلمة لكنها احتفظت بمميزاتها العرقية اللغوية حتى الآن. من نحن؟ من نكون؟ إلى أين ننتسب؟ الجواب هو أنه نحن عرب نقيم في جزء لا يتجزأ من وطن كبير اسمه الوطن العربي. نحن أفراد من شعب اسمه الشعب الجزائري الذي هو جزء لا يتجزأ من أمة هي الأمة العربية. تعمل الإمبريالية الدولية الآن ومنذ أكثر من قرنين على نهب خيراتها وتستعمل أقوى سلاح ضدها وهو تجزئتها، مع إصرار القوى الإمبريالية على الحفاظ على هذه التجزئة وتكريسها ضمانا لنهب الخيرات العربية المتمثلة في البترول العربي والبترودولارات العربية. وأنا لا أتصور ثقافة جزائرية إذا لم يكن لها بعد قومي أي عربي، ودون أن ترتكز على القيم الإسلامية. وقبل التطرق إلى التفاصيل أود أن أشير إلى أن أول الفرنسيين عملوا طوال 132 سنة على تدمير البعد العربي للشخصية الإسلامية، واستعملوا عدة أساليب خاصة نفسية منها، فأطلقوا شعاري ترافاي عرب، بيكو جاج عرب، حمار عرب، بيكو عمل عربي، وصال عرب يعني العربي القادر، هادفين من وراء ذلك لجعل الجزائري يحتقر أصله العربي. واستطاعوا فعلا تجميع رواسب معادية للانتماء العربي الجزائري بين نسبة كبيرة من سكان المدن، إن لم نقل كلهم. ثانيا، الجنرال ديغول عندما تولى الحكم في سنة 58 اقتنع بفضل فراسته وثقافته التاريخية الواسعة أن استقلال الجزائر آت لا محالة، لأنها طلعت أول نوفمبر ومن ورائها تصميم الشعب الجزائري يريدان ذلك، فعمل على تأجيل استقلال الجزائر قدر الإمكان ولو على حساب خسائر بشرية عالية. ينتمي ولد في أسرة من الأشراف في قوم يسمون البربر، ولغتنا نسميها تيفينار بمعنى الفينيقية، تاء التأنيث بلغتنا يبتدأ بها كما يقال في لبنان تعلايل تبنايل، تيفينار الفينيقية هكذا تسمى، وليس تمازيغت كما يروج لها قوم لهم أغراض أخرى. تمازيغت هي لهجة من 400 لهجة بربرية. وكلمة بربرية ليست، هي كلمة هيرودوت يقول كلمة بربرية ليست يونانية، هي مصرية تطلق على من ليس بمصري، وهي كلمة عربية، بر بمعنى الابن في اليمنية القديمة، بر ابن البر، البراني. نعم، البراني الذي ليس بمصري يسمونه بربر ابن البر. اللغة